ما شاء الله تبارك الله، هذه المغاش والبرم. مع طبخة المغاش والبرم، طبعا هذا المغش مغش من إناء من الحجر، مصنوع من الحجر، يسمى المغش. وهذه البرم أواني معدنية. طبعا المغشات والبرم من الأكلات الجيزانية المميزة. ويوضع بداخلها اللحم ومكونات الإدامات، إن شئت بمرق فقط أو تكون مع الخضار. وتحتاج إلى قرابة 45 دقيقة إلى ساعة لتكون جاهزة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طبعا طرق طبخ المغشات والبرم في الغالب تكون داخل التنور، وممكن طبخها على الجمر كما هو الحال أمامكم الآن. ممكن تطبخ على الجمر مباشرة. الآن جاهزة.